أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: على القول بأن الجمعة تصلى قبل الزوال، فهل الخطبة والصلاة تكون قبل دخول وقت صلاة الظهر؟ وهل يستثنى من شرط دخول الوقت للصلاة؟ هذا قول مهجور ومرجوح. دخول وقت الجمعة يدخل بالزوال، وهو المذهب المعتمد عند الإمام أحمد وعند جمهور أهل العلم، فلا تصلى الجمعة قبل الزوال، إنما تصلى إذا دخل الوقت، تبدأ الخطبة بعد دخول الوقت. نعم، ولا تشوش على الناس مثل هذا، لأن بلغنا أن بعضهم يصلي قبل دخول الوقت ويشوش على الناس ويشذ عن الناس، هذا لا يجوز. نعم.